علاش ورقه بحال هادي اولا شيك اولا كارت بانكير كتخليك فرحان فاش كتقطع؟ اجي نعاود لكم القصه. شحال هادي كان بنادم قليل في العالم، وفاش كتخصك شي حاجه كتلقاها عند جارك، وحتى هو نفس الشيء. هاد العمليه اللي كتسمى بالمقايضه ما بقاتش صالحه، حيت كثروا الناس والاحتياجات ديالهم حتى هما، ما بقاتش حوايج بسيطه بحال بيض وبطاطا. كيف غنديروا دابا؟ فكان الحل هو انهم يوليو يتعاملوا بمعادن نادره كوسيله ديال الخلاص بحال الذهب والنقره، ولكن ما كانش عمليه. فقالوا بلاص هادشي اجي نكتبوا ورقه اللي كتدل على انه عندك ديك الكميه ديال المعدن، وهكذا طورات القضيه حتى ولات بالشكل ديال الفلوس ديالنا اليوم. وطبعا التطور ما وقفش هنا، فاش بانوا الابناك ولاو عندنا وسائل كثيره باش نخلصوا الفلوس، الشيك ولي كارت بانكير. هاد الوسائل عندها شروط ومسؤوليتها كبيره، وكل وحده والاستعمال ديالها. الفلوس وراه باينه ما يمكنش تهز معاك قدر كبير منها، حيت غادي تبقى غادي متقل، وهادشي ماشي عملي. الشيك مثلا ما خاصك تخلص فيه حتى تكون واثق من انه عندك الفلوس في الكونت، وطبعا ما كتخلص بالشيك حتى كتكون القيمه ديالو نوعا ما كبيره، ماشي تكتب شيك فيه 10 دراهم. اما بالنسبه لكارت بانكير فكتسهل عليك الخلاص، وتشري وانت في دارك من الانترنت، وغير حدي راسك وزير ليا المصاريف. هاد الوسائل الخلاص وكثار بحالها كتسهل الشفافيه، وكتخليك عارف الفلوس اللي عندك، شي اللي كيعاونك تشد الحساب وتعرف شحال كتدخل وشحال كتخرج. ايوا شتي، وانا عاودت لك القصه. يلا ارى درهم.